وحول آخر الاستعدادات لزيارة الأربعين ينضم على مراسلة من كربلاء المقدسة جاسم الهمين. مرحبا بك جاسم، ما هي آخر الاستعدادات لزيارة الأربعينية؟ مرحبا بكم. بالحقيقة الاستعدادات الآن بمحافظة كربلاء تتطور يوما بعد آخر. اليوم وصل عدد المتطوعين داخل محافظة كربلاء إلى أكثر من 12 ألف متطوع حتى هذه اللحظة للمشاركة بدعم الجهود المبذولة من قبل العتبات المقدسة وأيضا الإدارة المحلية داخل محافظة كربلاء. القوات الأمنية وبعد حضور رئيس أركان الجيش إلى محافظة كربلاء للإشراف ميدانيا على خطة هذه الزيارة من الجوانب الأمنية كانت لها نتائج جيدة حتى هذه اللحظة. القطعات الأمنية منتشرة بصورة كبيرة داخل محافظة كربلاء وخصوصا عند السيطرات الخارجية المطلة إلى مدخل مدينة هذه المحافظة وأيضا على الطرق النيسمية التي كان هناك تجديد أمني بصورة كبيرة تختلف عن السنوات السابقة للسيطرة على هذه الطرق النيسمية. إضافة إلى ذلك اليوم كان هناك وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة للإشراف على خطة الصحة داخل محافظة كربلاء ونشر مفارزها الأمنية وأيضا تزويد محافظة كربلاء بالعديد من عجلات الإسعاف وأيضا الخيم التي نصبت بين مفترقات الطرق المؤدية إلى داخل المدينة. إضافة إلى ذلك كان هناك جهد من بلدية كربلاء للحفاظ على جمالية هذه المدينة. كان هناك أكثر من 5000 عامل أو مهندس بلدية، اليوم ازداد هذا العدد أكثر بجهود المتطوعين من أبناء محافظة كربلاء ومن الوافدين إلى داخل محافظة كربلاء للمشاركة بخدمة الزائرين. إضافة إلى ذلك أصحاب المواكب الحسينية اليوم أبدوا استعداداتهم بصورة كبيرة جدا لتقديم الخدمة للوافدين داخل محافظة كربلاء. أكثر من 1000 موكب منتشر حول المدينة وبداخل المدينة وحتى الأحياء السكنية المطلة على المراقد المقدسة والقريبة منها لتقديم الخدمة وما تجود به أنفس خدام الإمام الحسين عليه السلام لكل الزائرين. حتى الآن الخطة تجري بانسيابية عالية. أود الإشارة بالذكر أنه خلفي كما تشاهدون الآن أنه عجلات النقل الخاصة بالوافدين إلى محافظة كربلاء تصل إلى هذا المكان. هذا المكان يبعد عن حرم الإمام العباس عليه السلام ما يقارب أقل من كيلو متر واحد، فبالإمكان السيارات وبالإمكان أيضا الدخول أكثر قربا من المراقد المقدسة. لا يوجد قطع لحد هذه اللحظة، العجلات تسير بانسيابية وتدخل إلى محافظة كربلاء. لم يعلن محافظ كربلاء حتى اللحظة عن قطع الطرق داخل المدينة، ولكن لحد هذه اللحظة الأمور تجري بانسيابية ولا توجد هناك أي قطوعات. نعم. طيب جاسم، هيئة المنافذ الحدودية أعلنت عن دخول أكثر من 1,000,000 زائر، هناك زيادة أيضا للأعداد الوافدين إلى زيارة الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. طيب في هذه الحالة أن هناك متطوعين وهناك سيارات لنقل الوافدين، إذا زاد العدد كيف ستكون الإجراءات أكثر؟ حقيقة يعني حتى هذه اللحظة الأمور مسيطرة عليها داخل محافظة كربلاء. هناك خطة أن زادت الأعداد أكثر من ذلك وهي كانت بالحسبان كون بدأت هذه الأمور تزداد تدريجيا منذ اليوم الخامس والسادس من شهر صفر، هذا ما اختلفت عنه بالأعوام السابقة. كانت الزيارة تبدأ يوم 12 من صفر والثالث عشر من صفر، الآن بدأت يوم الخامس والسادس، فهذا يدعو إلى أنه تكون هناك خطط بديلة للسيطرة على أعداد الوافدين إلى محافظة كربلاء. إضافة إلى ذلك اليوم بيوتات الكربلائيين جميعها فتحت أبوابها من أجل استقبال الوافدين إلى محافظة كربلاء. هناك أشخاص يقفون وسط الشوارع وأيضا يدعون إلى أن تكون العوائل والوافدين إلى محافظة كربلاء بضيافتهم في منازلهم. يوم أمس شهدت ذلك على مسافة أكثر من 11 كيلو متر يبعد عن المراقد المقدسة على أطراف محافظة كربلاء، وهناك أيضا شهدت الزوار الوافدين بتلك الأحياء السكنية. هذا يدعو إلى أنه كربلائيون يحافظون على سير هذه الخطة بصورة جيدة ويعكسون لوحة تاريخية عن محافظة كربلاء بالكرم وما تجود به أنفسهم من أجل إنجاح خطة هذه الزيارة، زيارة أربعينية الإمام الحسين. وأنا على يقين بأن هذه الزيارة ستكون
أكثر عددا من السنوات السابقة، كون لحد هذه اللحظة زيارة الأربعين بدأت بذروتها بوقت مبكر جدا، فبالتالي راح تزداد هذه الأعداد أكثر. من المفترض أنه محافظات الوسط والجنوب يعني لحد الآن لم تدخل محافظة كربلاء، ما زالت تمشي على الأقدام، خصوصا محافظة البصرة والناصرية لحد الآن لم تدخل إلى محافظة كربلاء، ناهيك عن المحافظات التي هي أقرب من هذه المحافظة كمحافظة الحلة ومحافظة النجف وبغداد. حتى هذه اللحظة هم يقومون بخدمة الزائرين الوافدين من خلالهم إلى محافظة كربلاء، ومن ثم ذلك باليوم قد يكون 17 أو 18 تنتهي مراسيم هذه الزيارة بتلك المحافظات، فيأتي خدام هذه المحافظات إلى محافظة كربلاء، فسيكون هذا الوقت هو ذروة الزيارة أكثر مما هو عليه حتى هذه اللحظة. وبالتأكيد ستكون هناك إجراءات أكثر تشددا من كما هي الآن حتى تسيطر على سير هذه الزيارة بانسيابية عالية. جاسم المهمي مراسلا من كربلاء المقدسة، شكرا جزيلا لك.